يعني يكون معانا على التليفون واحد من نجوم الكره المصريه، عميد لاعبي العالم صار الكره المصريه، دايما كده بيطل علينا من اسبوع للتاني علشان ناخد رايه، وكمان يعني يقول رايه في كل الملفات والقضايا اللي موجوده على الساحه الرياضيه. كابتن احمد حسن، عميد لاعبي العالم يا كابتن مصر، برحب بحضرتك. يا عمر تحياتي ليك حبيبي، وربنا يكرمك والله، يعني موفق دايما ان شاء ربنا الله. يخليك. وكالعاده يمكن عامل قلق انت اليومين دول يا عمر، انا عامل قلق وجايب لي الكلام على طول. كابتن احمد حضرتك ما ينفعش ان احنا حضرتك موجود في حياتنا ما نعملش قلق، امال مين اللي هيدافع عننا يا كابتن احمد؟ لا بس ما شاء الله عليك يا عمر، ربنا والله يوم يخلي بعد يوم حضرتك. تثبت قوتك، ومش عيب طبعا ان هتلاقي طبعا ناس مش عاجبها، وهتلاقي ناس ممكن ما تبقاش يعني، لان دايما انت بتقول معلومه، وفي الاول وفي صحيح الاخر يا من كابتن، حق اي حد ان هو يكذب معلومتك، انما انت بتقول معلومه صحيحه. اجتهد، وكل واحد بيجتهد انا ببقى مبسوط بيه، وانا ربنا يعني يخليك يا كابتن مصر. مبسوط لاجتهادك ده. اه طبعا هتعيط طبعا وقت من الاوقات لحملات والكلام ده، انما في الاخر انت ما بتسيش لحد، انت بتقول معلومه صحيحه ومعلومه حقيقيه، وعلى الناس ان انت لو بتقول حاجه غلط يطلعوا يكذبوها. صحيح يا كابتن، انا بشكر حضرتك طبعا يا كابتن على كلام ربنا حضرتك اللي يوفقك. على راسي، ويعني قيمه حضرتك في الكلام ده اعتقد يا كابتن ان هي كافيه تعوضني عن اي حاجه تانية. كابتن احمد انا عندي بعض القضايا كده اللي حابب اتكلم مع حضرتك فيهم، ولكن انا عايز اروح مع حضرتك لقضيه انا ما اتكلمتش عنها في الانترو بشكل يعني بشكل مفصل، ولكن يا كابتن احمد موضوع المساحات وازمه المساحات في الكره المصريه. ان اتحاد الكوره يا كابتن احمد بيقول الانديه حضرتك تعمل مسحه على حسابك قبل كل مباراه، والنادي اللي مش هيعمل مساحات يتعرض كل لاعب لغرامه 10,000 جنيه. موضوع يا كابتن عايز اعرف راي حضرتك فيه، وتقول لي الانديه اللي معهاش فلوس تقدر تعمل ايه، وازاي نقدر نعدي الازمه دي. طيب بص، عشان سريعا بس عشان ما نوقفش عند الموضوع ده كتير، لان تمام هو موضوع شائك شويه، تمام انما يمكن هو الموسم اللي فات طبعا بعد استكمال مسابقه الدوري الممتاز، اعتقد ان كانت اللجنه الخماسيه وقتها موجوده، وهي تكفلت بالمساحات لكل الفرق، وطبعا كلنا عارفين الظروف اللي احنا بنمر فيها. اللائحه الجديده انا اعتقد انا مش عارف بالظبط كويس، ان الانديه هي اللي بتتحمل ده. ولكن خلينا نتكلم يا عمر برضه، احنا في ظروف استثنائيه كلها، احنا صحيح النهارده خلاص احنا في ظروف صعبه. في انديه تقدر ان هي تعمل ده، وانديه عندها امكانيات ماديه، بس في انديه يعني هي بتعاني ان هي تقدر توجد مرتبات لعيبتها، لان امكانياتها الماديه امكانيات ضعيفه، وانا اعتقد ان لا يقل عن نص الدوري بهذا في هذا الموضوع يعني. فبالتالي يجب هنا على يبقى في تعاون من اللجنه. انا ما بقتش فاهم هي ثلاثيه ولا احاديه ولا خماسيه، والله الواحد تاه في السنين اللي فيها دي في اسماء صحيح، اللجان اللي موجوده، بس هي انما كابتن اللجنه اللي معروف لجنة موجوده أحادية، القرار واحد من شخص لا لا واحد. يعني مش قصدي ايا كان طبعا احترامنا للجميع، انما خليني طبعا اقول لك ان لازم يبقى في تعاون هنا، لان زي ما شفنا ان في اتجاه، واتجاه من مسؤولي الدوله وعلى راسهم طبعا سياده الرئيس، ان استكمال المسابقات وان الرياضه زي ما شفنا بطوله الهاند بول، وزي ما شوف اقامت بشكل كبير جدا، وطبعا الدكتور اشرف صبحي، ويعني يبقى في تعاون بحيث ان يوصلوا لحلول. يعني حتى مثلا ممكن اتحاد الكره يتكفل مثلا بالجزء الاكبر، والانديه تتكفل بجزء، انما مساله ان يسيبوا الموضوع كده خلاص، والا خلاص تتلغي ويعلنوا للناس كلها. بس هنا في حاجه بقى انا عايز اتكلم فيها، ان كمان تعود كل المسابقات وكل النشاطات، لان انت الناشئين انت وقفتهم في الوقت صحيح الحالي، صحيح. فبالتالي طالما انت وقفتهم، عشان قلت ان انا خايف عليهم من التعرض العدوى للعدوى بالظبط وكده، طب ما هو خلاص انت طالما هتلغيها على الكبار، او انت الكبار بيقول لك انا مش هقدر اعمل ليها الانديه الكبيره او الانديه الدوري الممتاز مع الدرجه الثانيه اكيد، فبالتالي خلاص خلي عوده النشاط بقى، والكل يلعب والكل يشارك. انما انا بقول ان لازم هنا يبقى في جلسه، ولازم هنا يبقى في قعده، وعشان كده دايما احنا بالنادي برابطه الانديه هي اللي تدافع عن حقوق الانديه، وهي اللي تعمل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. عشان كده كل بص، طول ما احنا متاخرين في قرارات كتير، انا اعتقد ان دايما هنواجه المشاكل اللي احنا هنواجهها. انما اتمنى ان يكون في حلول، والحلول تكون زي ما قلت لك من الكابتن احمد مجاهد مع وزاره الشباب والرياضه مع المسؤولين، ان يحصل نوع من انواع ان اتحاد الكوره يتكفل بجزء والانديه تتكفل بجزء، واعتقد ان في النهايه ان شاء الله نوصل لحل، عشان
استكمال المسابقه اللي ماشيه بشكل كويس. كابتن احمد، يمكن امبارح الدنيا اتقلبت بعد ما النادي الاهلي اعلن رسميا عن عقوبه كهربا ب 200,000 جنيه وحرمانه من المشاركه مع النادي الاهلي في ماتشاته لمده شهر. يعني اتكلمت يا كابتن في البدايه عن ان التراكمات ادت للي حصل مع كهربا، ولكن حضرتك بما انك كابتن منتخب مصر وعميد لعيب العالم، وانا اعتقد ان حضرتك يعني واحد من اللعيبه اللي دايما بتهتم ب يعني حته الاخلاقيات والسلوكيات قبل موضوع كره القدم والموهبه، عايز اعرف راي حضرتك في الموضوع بشكل عام، تقول لي الاهلي صح، كهربا غلط، كهربا صح، الاهلي غلط، ايه راي حضرتك؟ بص اقول لك على حاجه، يعني انا طبعا يمكن قريت زي كل الناس وشفت الموضوع. لا طبعا قرار النادي الاهلي طبعا اكيد مليون المية قرار صح وكلنا لازم نأيده، لان اي لعيب بيخرج عن السلوك مش في النادي الاهلي بس، في اي مكان يخرج عن السلوك انا اعتقد ان هو لازم يتم عقابه. فقرار النادي الاهلي انا اعتقد ان مليون المية انا شخصيا يعني لا تعليق عليه، انا ايده مليون المية. تمام. الحاجة الثانية، لان انا كهربا من اللعيبة اللي انا بحبها ويمكن زعلان عليه ان هو دايما بيحط نفسه في مشاكل هو في غنى عنها. يعني انا دايما بقول ان اللعيب كل ما بيكبر في السن وكل ما بيكتسب خبرات اكتر بيبدا يهدى نفسيا، بيبدا يبقى فهم من اخطاء اللي قبل كده. فانا اتمنى ان كهربا يتعلم، لاني كل ما بيزيد زي ما انت قلت كده، تراكمات، هي تراكمات، هي الناس دلوقتي بقت يعني متضايقه ان بقى في تراكمات، ان بقى في اكتر من خطا قبل كده. فبالتالي على كهربا كمان ان هو لازم يتعلم، على كهربا كمان ان هو لازم يتعلم. هو النادي الاهلي كمان شويه يمكن مختلف شويه، النادي الاهلي يمكن صحيح. شويه يعني بياخد قرارات حاسمه، بيحاول في وقت من الوقت ان هو يقفل على لعيبته، بيحاول ان هو في وقت من الاوقات ان هو يدعي على الاخطاء في وقت من الاوقات، انما لما الامور بتزيد عن الحد فخلاص، لان في الاول وفي الاخر في سياسه للنادي الاهلي هي سياسه الحسم بالنسبه للعيبه، لان زي ما انت عارف في الاول وفي الاخر مفيش الكوره ما بتقفش على حد. صحيح. واللاعب دايما هو اللي بيخسر مش النادي، لان النادي هيكمل. صحيح. وده اللي انا ودي الرساله اللي انا هقولها لكهربا، لان النادي الاهلي مش هيقف على كهربا، النادي الاهلي هيكمل وهيلعب، وحتى لو لعيب اثنين ثلاثة توقف، وشفنا قبل كده الأندية مش هتقف على لاعب، إنما اللي بيخسر دايما اللاعب. عشان كده دايما أنا بقول لك إني لازم كهربا يراجع نفسه في قراراته، هو قدامه فترة زمنية لازم يؤدي فيها بكل ما أوتي من قوة، يستفيد بيها بشكل كويس، يركز في تمرينه فقط لا غير. في الأول وفي الآخر المدير الفني اللي موجود ليه كامل الاحترام، سواء شايف وجهة نظر يا سيدي، حتى لو أنت عندك اختلاف وجهات نظر، كلنا كنا بنزعل لما بنلعبش او ما نشاركش، لكن في النهايه اقعد مع المدرب اتكلم معاه، قول وجهه نظرك، اقعد مع المدير الكوره اللي موجود قول وجهه نظرك، انا ما بلعبش ليه، طب اشوف انا ناقص ايه، انا عندي مشكله في ايه. فالامور تتحل بالشكل ده، لان كمان انت احنا بقينا زمن شويه زمن السوشيال ميديا، اعتقد صحيح. سهل كل حاجه، ان كل مشكله بتلاقيها بتظهر على طول. صحيح. فلو لو ما قدرش النادي الاهلي، يعني لو النادي الاهلي اتاخر في القرار ده، انا اعتقد ان كان ليه هتبقى ليه تبعيات مش كويسه داخل الفريق في النادي الاهلي. فاتمنى ان كهربا طب يعني قولا واحدا يا كابتن احمد، قولا واحدا، ان بعض الاراء اللي بتقول ان النادي الاهلي بنسبه كبيره هيستغنى عن كهربا في نهايه الموسم الحالي وممكن يتم عرضه للبيع، راي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ بص يا عمر، عايز اقول لك على حاجه، انت فاهم وعارف كويس، انت مش راجل مشجع ولا راجل لا انت راجل لعبت كوره، متغيرات كره القدم ما بين يوم وليله مفيش. ممكن النهارده ده التفكير، كهربا رجع تاني وادى بشكل كويس، خلص الموضوع وانتهت القصه والموضوع خلاص، طالما ادى والتزم والكلام ده وكده، فمفيش. بص كره القدم ما فيهاش ثوابت، النهارده ممكن يكونوا ده التفكير اللي بيفكر فيه اداره النادي الاهلي، ولكن بكره ما تعرفش ادى بشكل كويس خلاص. انت بتتكلم صالح جمعه قعد 4 5 سنين في النادي الاهلي، كل سنه هيتساب وفي الاخر كان راجل موجود، وكان لما بيلعب ماتش او ماتشين كويسين الدنيا بتتغير بالنسبه له. فالثوابت دي مش موجوده، ممكن يكون ده الاتجاه، ولكن لو كهربا التزم ورجع تاني وقدم على النادي الاهلي وظهر بشكل كويس وكسب الفرقه، لان كهربا لعيب كويس وعنده امكانيات كويسه،
فاعتقد ان التفكير ده ممكن يتغير، ما اقدرش احكم على حاجه زي كده. طيب كابتن احمد، انا قلت يمكن دي النادي الزمالك كابتن ابراهيم عبد الله استاذ طارق حشيش موجودين في الوقت الحالي في تونس علشان يجتمعوا بمهند عون وكيل اعمال فرجاني ساسي، وان دي اخر فرصه لفرجاني ساسي ونادي الزمالك علشان يتفقوا على تجديد، والناس شارين فرجاني ساسي بس برقم معين. شايف حضرتك الموضوع ده ممكن يعني يخلص فعلا في تونس، ولا حضرتك شايف ان طلبات فرجاني ساسي ممكن تبقى اقوى من الفلوس اللي الزمالك عارضها؟ اولا يعني خليني اقول ان بتمنى التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله في مباراه الترج اللي جايه، لان نادي الزمالك والله بيأدي بشكل جيد جدا، ولكن عنده سوء بخت، ولكن يعني ربنا يوفقهم الفتره الجايه، لان احنا نفسنا نادي الزمالك والاهلي باذن الله ان هم يكملوا في البطوله الافريقيه، ويا رب ان شاء الله التاريخ يعيد نفسه تاني ونشوف الاهلي والزمالك في الفاينل باذن الله. بص عايز اقول لك على حاجه، انا في الاول وفي الاخر يمكن انت عارف انا بتكلم بعقليه احترافيه شويه. مساله اني طبعا نادي الزمالك نادي كبير وفرجاني ساسي، ولكن هي في النهايه لغه الاحتراف والمال هي اللي بتتكلم. فرجاني ساسي لو جاله عرض كويس، وانا اعتقد ان هو عنده عرض كويس، مش هيستغني في نادي الزمالك. نادي الزمالك ممكن يكون عنده عرض، ولكن لو فرجاني، عشان الناس برضه ما تحطش امال وطموح، واني يعني شفنا ست فاضله طلعت وبعت الحلقه بتاعها عشان فرجاني، انما في النهايه كل لعيب هيفكر في مستقبله وهيفكر في مصلحته. احنا شفنا لعيبه كانت موجوده في انديه وانتقلت لانديه ثانيه، انت بتتكلم على لعيب محترف جاي من تونس، مش لعيب كمان يعني متربي في نادي الزمالك. هو في الاخر هيدور على مصلحته، هيدور على الافضل بالنسبه له، والعرض الافضل بالنسبه له يعني هيروح ليه. وانا اعتقد ان انت عندك معلومه ان فرجاني عنده عرض او بدا ان هو يحصل معاه بعض المفاوضات في الفتره القادمه، وقد تفتكر ينتقل. تفتكر يا كابتن ممكن ينتقل في نهايه الموسم لو المقابل المادي قريب من الدحيل، ممكن ينتقل الى بيراميدز فعلا في نهايه الموسم الحالي؟ وارد وارد بشكل كبير، لان هو تم عرضه على المدير الفني وراجل مقتنع بيه تمام. يعني ايه المشكله؟ يعني لعيب كويس وفرجاني لعيب كويس واضافه لاي مكان، ولو نادي الزمالك قدر طبعا ان هو يوصل معاه لحاجه كويسه. بس انا بقول لك عشان يعني نتكلم بلغه الاحتراف، بلغه الاحتراف، الراجل لو عاد بيراميدز هيبقى افضل بالنسبه له. يعني انا اعتقد ان هو يعني هيفكر في مستقبله وهيفكر في مصلحته. يعني يا كابتن تم عرضه على اروى بارينا، والراجل مرحب جدا بوجود فرجاني ساسي. انا اعتقد بشكل كبير ان هو اي حد، اي مدرب طبعا يتمنى انه يكون على عيد زي فرجاني ساسي، لان فرجاني طبعا لعيب من اللعيبه المميزين ولعيب من اللعيبه الكبار. طيب ماشي. بمناسبة يا كابتن بيراميدز، معلش انا عايز اسال حضرتك سؤال اخر، سؤال مش هسال حضرتك تاني، معلش انا اسف. يمكن وجود الكابتن احمد حسام ميدو طبعا يعني الزميل العزيز، واحد من نجوم الكرة المصرية ويعني زميل لحضرتك في الملاعب، تولى المستشار الفني لنادي بيراميدز، فانا عايز اعرف راي حضرتك في وجود الكابتن احمد حسام ميدو واكيد اضافة لنادي بيراميدز. اولا طبعا ببارك لميدو وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله، وانا شايف ان هي خطوه جيده من اداره او ملاك نادي بيراميدز. هي خطوه اتاخرت كتير، لان لو تفتكر انا معاك قلت قبل كده ان في مشكله في حاجه اسمها قناعات. قناعات دي انك انت لازم يبقى موجود قدام اللعيبه حد انا مقتنع بيه. اعتقد ان ميدو من الناس اللي عندها فكر كويس، بتعرف تتكلم بشكل كويس، بتعرف تتعامل بشكل كويس، اسم كمان كلعيب اسم كبير ولعيب كبير. فانا اعتقد ان هي خطوه اتاخرت كتير، لان كان يجب ان يكون في حد يعني يعرف يتعامل ويعرف يتواصل ويعرف يخلي للمكان شأن من حيث ان هو تواجده، التعامل مع الاعلام، التعامل مع اللعيبه، التعامل مع المدير الفني، التواصل ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني. فانا اعتقد ان زي ما قلت لك خطوه هي متاخره كتير، واتمنى ان شاء الله ان ميدو يعمل فرق في الفتره اللي جايه مع بيراميدز، لان هم عندهم فرقه كويسه وعندهم مجموعه لعيبه كويسه. انما الوضع اللي فيه بيراميدز طبعا وضع ما كانش حد يتوقعه، لان الكل كان يتوقع ان بيراميدز يكون منافس في الوقت الحالي مع الاهلي والزمالك بشكل قوي جدا جدا، انما طبعا هم ما زالوا بعيد عن المنافسه طبعا، لان هم فقدوا نقاط كتير. انما زي ما قلت لك هي خطوه اتاخرت كتير، المكان ده كان لازم يكون في حد ليه ثقه له،
ليه اسمه. فطبعا انا اعتقد اني اضافه جيده لنادي بيراميدز طبعا وجود احمد حسام ميدو. بشكرك كابتن احمد حسن على وجود حضرتك معايا عميد لاعبي العالم صار الكره المصريه. خلصنا معاكم.